السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش مصدقين والله. انا سعيد ان انا بشوفكم. يا رب العظيم انا سعيد ان انا بشوفكم. انت وحبايبك يا رب يبارك صحيح والله. عايز حاجه؟ لا يا ما تلفش ده يا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده عدد من المشروعات القومية بالقاهرة مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته، حيث حرص على تحيتهم والاستماع إليهم. وقالت إحدى السيدات عندما شاهدت السيسي: إحنا مش مصدقين والله. وبادرها الرئيس قائلا: أنا سعيد إني بشوفكم. وسألها: مش عايزة أي حاجة؟ لتجيبه السيدة: كفاية مقابلتك. ووجهت سيدة أخرى حديثها إلى الرئيس السيسي قائلة: ربنا ينصرك دايما ويحبب فيك الخل. ليبادرها الرئيس السيسي بالتحية. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.